بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من حلقات قناة الاسكولة ودرس جديد من سلسلة دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الاول الاعدادي. النهاردة هناخد عندي اخر درس عندي في الجغرافيا مع بعض بعنوان سطح الارض او اشكال سطح الارض وعوامل تشكيلها. بمعنى ايه؟ ان احنا هندرس بعض الظواهر التضاريسية اللي موجودة في سطح الارض واشكال سطح الارض، لان سطح الارض كله مش حاجة واحدة او مش مستوي، في مرتفعات وفي منخفضات، وبتاخد عندي اشكال زي الجبال زي التلال زي الهضاب زي السهول زي الاودية، واعرف ان في السهول في عندي نوعين، في سهول فيضية في سهول ساحلية. هتحس ان انا بتكلم عن المفردات اول مرة في حياتك تسمع عنها، لان اول مره في حياتك تبدا تدرس اشكال سطح الارض او التضاريس. طب ما يلا بينا نبدا مع درسنا، نبدا نشوف بعض صور لاشكال سطح الارض دي. وامتى بقول عليها جبل وشكل الجبل؟ لما تكون ارض مرتفعه ولها قمه والمنحدرات بتاعتها او الجانبين يكونوا فيهم انحدار، وانحدار يكون شديد. امتى اقول عليها سلاسل جبليه؟ كل الصور دي هنبدا نشوفها عندي مع بعض. شكل الهضبه عامل ازاي؟ شكل السهول، شكل الاوديه. وبرضه هنبدا نعرف برضه مع بعض حاجه مهمه قوي في الدرس ده، ايه هي عوامل تشكيل سطح الارض؟ ليه اتكون عندي سهول فيضيه؟ ليه اتكون عندي سهول ساحليه في المنطقه دي؟ في المنطقه دي ليه اتكون جبل؟ المكان التاني ده ليه اتكون عندي هضبه؟ ايه عوامل تشكيل سطح الارض؟ هنعرف عندي ان هي نوعين، في عوامل باطنيه اي انها تحدث في باطن الارض، وفي عوامل خارجيه اي انها تحدث خارج سطح الارض. العوامل الباطنية عندي نوعين، في عندي حركات سريعة يعني بتحدث بسرعة زي الزلازل زي البراكين، وفي عندي حركات بطيئة بتاخد فترات طويلة زي حركات بنقول عليها للالتواءات، او بنقول عليها عندي حركة الانكسارات. ودي اللي كونت عندي نظرية فيجنر بتاعت نظرية تشكيل وتكوين القارات عندي. برضو هنبدأ ناخد مع بعض العوامل الخارجية، ودي عندي ثلاث حاجات زي التعرية المائية، التعرية الهوائية، التعرية الجليدية. يلا بينا على درسنا النهاردة عشان نبدأ نشوف أشكال سطح الأرض وعوامل تشكيلها. مظاهر سطح الأرض، شكل سطح الأرض، لأن سطح الأرض مش مستوي، لا ده سطح الأرض عندي بتظهر فيه أكتر من حاجة. ممكن وأنا ماشي ممكن يظهر قدامي مثلا جبال، وممكن مرة ألاقي تل، ممكن مرة ألاقي وادي. كل ما أبدأ أتحرك على سطح الأرض كل ما أبدأ ألاقي أشكال مختلفة. بس في الغالب أشكال اليابس بتتقسم عندي لحاجتين أساسيين، يا إما عندي بتتقسم لمرتفعات أو منخفضات. من اسمها كلمة مرتفعات باين، أو من الاسم، الأجزاء اللي بتعلو فوق مستوى سطح البحر. طب استوب شوية، اجزاء بتعلو يعني اجزاء مرتفعة، عشان كده بقول عليها مرتفعات. طب ايه موضوع فوق مستوى سطح البحر؟ المقياس اللي انا بقيس بيه ان سطح الارض ده مرتفع ولا لا، عملية الارتفاع، المقياس اللي بقيس بيه هو مستوى سطح البحر. فالاجزاء اللي بتعلو فوق مستوى سطح البحر بقول عليها مرتفعات. طيب لو مستوى سطح البحر والارض نزلت معايا لتحت، الاجزاء اللي بتنخفض انخفاض واضح عن المناطق المحيطة بيها بقول عليها منخفضات. طيب ايه هي عندي اشكال سطح اليابس؟ اشكال سطح اليابس عندي خمسة، وهي الجبال، الهضاب، التلال، الاودية، السهول. اشكال اليابس هي الجبال، الهضاب، التلال، الاودية، السهول. نبدأ عندي بأول حاجة في أشكال سطح الأرض عندي الجبال. أول ما بقول لك جبال وبدي لك قلم وبتبدأ ترسم، بترسم لي دايما الشكل ده كده، هو ده الشكل بتاع الجبل، عبارة عن أرض مرتفعة عن سطح الأرض، عن سطح الأرض شديدة الانحدار من الجنبين، الجنبين بتوعها فيهم حالة انحدار عاملة زي الزحليقة كده. طيب هو اي شكل هشوفه دل يعني اخد اي 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 ظاهره على سطح الارض هتاخد الشكل ده اقدر اقول عليها جبل؟ لا طبعا لا، لازم الجبل لازم يكون بيزيد ارتفاعه عن 1000 متر. 1000 متر فما فوق بقول عليه جبل. الجبل بيكون له قمه، او ممكن ان هو يبقى عندي مجموعه سلاسل جبليه او عده قمم. يبقى تعريف الجبل هي عبارة عن أرض مرتفعة من سطح الأرض شديدة الانحدار من الجانبين،
ارتفاعها ما بيقلش عن 1000 متر، لها قمة او لها ممكن عدة قمم، لو عدة قمم بقول عليها السلاسل الجبلية. امثلة عندي على الجبال دي، في عندي جبال الألب في قارة اوروبا، جبال الألب في اوروبا، جبال الهيمالايا في قارة اسيا، في عندي هنا جبال البحر الاحمر في مصر، في عندي جبال الانديز في قارة امريكا الجنوبية. يبقى الألب في اوروبا، الهيمالايا في اسيا، جبال الانديز في امريكا الجنوبية، جبال البحر الاحمر عندي هنا في مصر. الشكل التاني من اشكال عندي سطح الارض، الشكل التاني المميز، في عندي الهضاب. الهضبة في الغالب دايما بنشبهها عندي بالترابيزة، عبارة عن ارض مرتفعة. طبعا طول ما انا بتكلم في الجبال، بتكلم في الهضاب، بتكلم في التلال، هتلاقي دايما في التعريف بقول عبارة عن ارض مرتفعة عما يجاورها عن المناطق اللي حواليها. ده السطح بتاعها، السطح بتاعها مستوي او شبه مستوي، في استواء او شبه مستوي. عشان الشكل ده اقدر ان انا اسميه هضبة، لازم الارتفاع يكون اكتر من 500 متر، والجوانب بتاعت الهضبة لازم تكون شديدة الانحدار. يبقى ما المقصود بالهضاب؟ هي اراضي مرتفعة عما يجاورها، سطحها مستوي او شبه مستوي، بيزيد ارتفاعها عن 500 متر، وجوانبها بتكون شديدة الانحدار. طب امثلة عندي على الهضاب، في عندي هضبة اثيوبيا في قارة افريقيا. بالنسبة عندي للتلال، هي اراضي مرتفعة من سطح الارض، تحس كده ان التل بيشبه الجبل، التل شبه الجبل، لكن التل اقل منه في الارتفاع بتاعه. بمعنى احنا قلنا ان الجبال يجب ان تزيد في ارتفاعها عن 1000 متر، التل لا، اقل من الجبل في الارتفاع ويشبه الجبل بالملي، الانحدار من الجانبين ولقمة. طيب السهول، السهول هي اراضي مستوية او شبه مستوية. طبعا مفيش استواء اللي هو مثلا ايه، شفت وانت ماشي كده مثلا في الطرق، طبعا شايف ان الطريق متماهل والطريق متسفلت، مفيش حاجة هتبقى درجة الاستواء دي، ده دي كده قدرة، دي كده استواء الانسان ذات نفسه او عملية التمهيد بتاعت الطرق والالات. لكن سطح الارض في الطبيعة بيبقى مستوي او شبه مستوي، مش بالدرجة دي من درجة الاستواء ذات نفسها، عشان كده بقول عليها شبه مستوى. السهول ما ينفعش ان يزيد ارتفاعها عن 500 متر فوق مستوى سطح البحر. السهول عندي نوعين، في عندي سهول فيضية اللي هي بتبقى الاراضي اللي على جانبي الانهار زي سهول نهر النيل في افريقيا، وفي السهول الساحلية هي الارض المستوية ولكنها تطل على سواحل البحار والمحيطات. الأودية عندي زي ما في الصورة دي صورة الوادي. لو دققت في الصورة اللي قصادي دي وبدأت أقول لك اوصف لي اللي فيها، تقول لي إني أولا أنا شايف إن في أرض منخفضة دي كده، وأنا واقف كده بالماوس عليها كده أرض منخفضة، وبعدين الحاجة التانية تحس إن العرض بتاعها مش كبير، ضيق، وعلى الجنبين لما أجي أقول لك إيه اللي على الجنبين هلاقي إن اللي على الجنبين ده مرتفع، يعني اتضيق في النص والجانبين مرتفعات. طيب وايه اللي بيجري بيها ده؟ مياه، مياه النهر. عشان كده دي بقول عليها اوديه. يبقى الاوديه اراضي منخفضه وضيقه وتحف بها المرتفعات على جانبيها وتجري بها مياه الانهار. طبعا من اشهر الاوديه عندي وادي النيل. طيب ما هي حكمه الله في تنوع التضاريس؟ ليه ربنا خلق التضاريس في جبال وفي هضاب وفي سهول فيضية وفي سهول ساحلية وفي أودية؟ هو دي ليها كان هدف في حكمة من خلق الله؟ آه، لأن تنوع التضاريس يؤدي لتنوع المناخ والنبات والحيوان، يأثر في المناخ، يأثر في النبات وأنواع النباتات وأنواع الحيوانات، ويأثر في أنواع النشاط البشري. طبعا بدليل إن الناس اللي بتعيش في السهول الفيضية تقوم على النشاط الزراعي، الناس اللي بتعيش في السهول الساحلية بتمارس حرفة صيد الأسماك. طيب بما تفسر إيه سبب ارتفاع كثافة السكان في مناطق السهول؟ بمعنى
لما اقول لك ايه اشكال التضاريس او اشكال سطح الارض، بتقولي في جبال، في اضاب، في تلال، في سهول، في اوديه، لكن مين اكتر حاجه من اللي انا بقولهم السكان بيرتفعوا فيها وبيتركزوا فيها قوي؟ هي السهول. اشمعنى بالذات السهول؟ لان السهول اكتر حاجه بتبقى ملائمه للنشاط البشري، اكتر حاجه ملائمه ان الانسان يقدر يعيش فيها، خاصة لما بتكون السهول غنية بالموارد الاقتصادية، عبارة عن تربة طينية زي السهول الفيضية، فبتبقى صالحة للزراعة. طيب السؤال الأهم بقى، وأكيد طبعا السؤال ده دلوقتي في تفكيرك، هو إيه اللي عمل الجبل؟ إيه اللي عمل الهضبة؟ إيه اللي عمل السهول؟ إيه اللي عمل الأودية؟ طبعا كلنا مؤمنين بأن الله هو خلق كل شيء، لكن إيه القوانين اللي ربنا عملها وبدأت تشكل لي سطح الأرض ده؟ إيه عوامل تشكيل سطح الأرض؟ بنقسمها لحاجتين، في عوامل باطنية يعني تحدث في باطن وداخل الأرض، ودي بتتقسم يا إما حركات سريعة أو حركات بطيئة، وهنفهم دلوقتي كلمة حركة سريعة أو إيه يعني كلمة حركة بطيئة، تحس إن الكلمة غامضة بالنسبة لك. وفي عوامل خارجية، أي أنها تتم خارج سطح الأرض، زي التعرية المائية، التعرية الهوائية، التعرية الجليدية. يلا بينا نبدأ نشوفهم حاجة حاجة مع بعض. أول حاجة العوامل الباطنية، أنت قلت لي حركة سريعة وحركة بطيئة. السريعة بمعنى إيه؟ الزلازل، البراكين، الزلزال أو البركان من العوامل اللي بتشكل سطح الأرض وتحدث في باطن الأرض والإنسان ما بيراهاش، وسريعة لأن بتحدث في أجزاء من الثانية. الزلزال لما بيحدث بياخد دقايق، وخلي بالك كلمه دقيقه ده يعني بيبقى حصل دمار كبير. البركان كل ده وقته او فيه سرعه في حركه ادائه او في حدوثه، عشان كده بقول عليها حركه سريعه. ممكن تبقى حركه بطيئه وبتاخد الاف السنين زي الانكسارات والالتواءات، ودي اللي هي كانت عملت مراحل تكوين نشاه اليابس والماء، لما كانت كتله واحده ثم اصبحت كتلتين وبدات تنقسم لعده قارات، كل دي كانت نتيجه لحركات بطيئه اللي هي الانكسارات. العامل الخارجيه التعريه المائيه، التعريه الهوائيه، التعريه الجليديه. تعال نشوف اول حاجه عندي مع بعض الزلازل. الزلزال عباره عن هزه سريعه، مره واحده بيحدث هزه سريعه قويه جدا في مش كل سطح الارض، لا ده بيبقى في جزء معين من القشرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها. الزلزال أنواع، ممكن يكون قوي ومدمر، وممكن يكون ضعيف، وممكن حركة الهزة الأرضية انت ذات نفسك ما تحسش بيه. يبقى الزلازل يا اما هزات سريعة بتحدث في أجزاء معينة من القشرة الأرضية، قد تكون قوية مدمرة وممكن تكون ضعيفة، ممكن تكون أصلا غير محسوسة. طيب مش انا فهمت الزلزال، لكن برضه ما قلت ليش كيف يؤثر الزلزال في تشكيل سطح الارض. خلي بالك السؤال ده ليه اكتر من صيغه، ممكن يقول لي بما تفسر تؤثر الزلازل في تشكيل سطح الارض، ما العلاقه بين الزلازل وتشكيل سطح الارض؟ برهن جغرافيا على صحه العباره الاتيه، تؤثر الزلازل في تشكيل سطح الارض. كيف تؤثر؟ واحد، تصدع القشره الارضيه وتشقق، يحدث تصدع وتشقق في القشرة الأرضية، ثم يحدث ان بتنخفض بعض الأجزاء من سطح الأرض وتبدأ تغمرها المياه، تبدأ تتملى بالمياه زي بعض البحار. البحر الأحمر نتج من حدوث حركات انكسارية، حصل انكسار في القشرة الأرضية وحصل انخفاض لبعض الأجزاء، فتبدأ الأرض تنزل لتحت فتبدأ تغمرها المياه فتبدأ تمتلئ بالمياه، أو إن ترتفع بعض الأجزاء وينحسر عنها الماء. ممكن نتيجة لحركة الزلزال بعض المناطق اللي كانت قاع بحر أو قاع محيط ممكن تبدأ إن هي تعلى وتبدأ تطلع لفوق، فتبدأ تظهر بتبدأ المية تنحسر عنها فتبدأ اليابس بتاعها يبدأ يظهر. يبقى ما العلاقة بين الزلازل وتشكيل سطح الأرض؟ عن طريق ثلاث حاجات. أول حاجة، إن لما بيحدث الزلزال بيبدأ يحدث تشقق ويبدا يحدث تصدع في القشره الارضيه، يبدا يحدث انكسار في بعض الاجزاء، بتبدا تنزل لتحت وتبدا تتملى بالمياه فتكون بعض البحار او المحيطات، في بعض الاجزاء بتبدا ترتفع لاعلى وهي كانت جزء من بحر فيبدا ينحسر عنها المياه ويبدا اليابس بتاعها يحدث. طب هنا لو قال لي بما تفسر ايه سبب
حدوث تصدع القشرة الأرضية نتيجة لحدوث الزلازل. طبعا الصورة باين قوي ان انا هتكلم عندي عن البركان. الصورة برضو واضحة، البركان عبارة عن فتحة في القشرة الأرضية، فتحة. ايه اللي بيخرج منها؟ مواد منصهرة. وطبعا خارج من الصورة عندي أبخرة، غازات، رماد، بيبدأ يخرج من باطن الأرض إلى سطح الأرض. بيخرج عن طريق فوهة البركان أو فتحة البركان. لما يبدأ يبرد ويبدأ يتجمد يبدأ يكون لي شكل. الشكل ده ممكن يبقى عامل كده، فأقول عليها هضبة بركانية. أو ممكن يكون عامل كده، يبقى يقعد يرتفع 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 لحد ما يكون جبل. أو ممكن ما يكونش ارتفاعه 1000 متر، أقل من 1000 متر وآخر الشكل ده يتقال عليه تل. يبقى البركان عبارة عن فتحة في القشرة الأرضية بيخرج منها المواد المنصهرة والأبخرة والغازات والرماد، بتخرج من باطن الأرض إلى سطحها عبر فواته. لما بتبرد وبتتجمد بتكون يا إما جبل أو هضبة أو تل. طيب هنا برضو نفس صيغة السؤال، لما يقول لي ما العلاقة بين البراكين وتشكيل سطح الأرض؟ بما تفسر تؤثر البراكين في تشكيل سطح الأرض. إزاي البركان يأثر في تشكيل سطح الأرض؟ لأن البركان لما بتبرد المواد المنصهرة اللي خرجت من فتحة البركان أو فوهة البركان لما بتبرد وبتتجمد بتديني أكتر عندي من شكل. ممكن تعمل هضبة بركانية، مثال عليها في عند هضبة أثيوبيا، هضبة اليمن، جزر بركانية عندي زي جزر هاواي، جبال مخروطية زي جبل كينيا، تلال بركانية زي تلال أبي زعبل بمصر. طيب يعني ايه كلمة جزيرة؟ الجزيرة عندي زي اللي في الصورة صوت، دي جزيرة. جزيرة عبارة عن مساحة من اليابس، مساحة صغيرة من اليابس، المية بتحيط بها من كل الجهات. قلنا ان الحركات البطيئة دي اللي هي الالتواءات، وبنقول عليها الانكسارات، الالتواءات او الانكسارات. يا اما بيحدث عندك حركة بطيئة في قشرة الارض فتبدأ تعمل عندك التواء زي ما انا برسمه لك كده، اسمه التواء، او اللي كان في الصورة ظاهر معايا نرجع شوية، ده اسمه التواء، ده التواء نتيجة لحركات بطيئة في سلاسل جبلية. او انكسارات، اللي هي الانكسارات اللي قلنا عليها لما كان عندي سطح الارض اللي هي فكره نشاه اليابس، لما كان قاره واحده ثم انقسمت، كان كتله واحده وقاره واحده لما انقسمت الى كتلتين فحدث ليها انكسار. فالحركات البطيئه اللي هي الالتواءات والانكسارات هي دي اللي شكلت سطح الارض وبتكون حاجه من الاثنين، يا اما اللي كونت القارات او السلاسل الجبليه العملاقه. يبقى هنا السؤال لو قال لي بما تفسر ايه سبب تكون السلاسل الجبلية العملاقة بسبب الالتواءات والانكسارات التي شكلت سطح الارض؟ كل اللي انا كنت بقوله سواء الحركات الحركات السريعة او الحركات البطيئة دي عوامل باطنية شكلت سطح الارض. اما العوامل الخارجية اي التي تحدث خارج سطح الارض في التعرية المائية والتعرية الهوائية والتعرية الجليدية، هما سهلين جدا، ونفس طريقة التعرية المائية هي نفس طريقة التعرية الهوائية. أي ما على فكرة إيه بقى؟ تعال نبص مع بعض كده عندي في الصورة اللي قصادي. التعرية المائية ده كده زي ماء مسطح مائي أهو، نهر، ودي طبعا يابس، منطقة صخور، بيبدأ عندي المياه بتبدأ تعمل نحت في الصخور، تنحت فيها تفتتها. بعد كده مع قوة اندفاع المية بتاعت النهر بيبدأ ينقل الحاجات اللي اتفتتت دي معاه، وبيبدأ المية شايلها اللي هي الرواسب دي كلها، لحد ما توصل ويحدث ضعف في قوة اندفاع المية، فتبدأ المية تقف، فتبدأ الرواسب دي تبدأ تترسب عني، الحاجات المفتتة تبدأ تترسب. فلما تبدأ تنحت في مكان وتبدأ ترسب في مكان يبقى انت هتبدأ تديني شكل، يبقى انت شكلت في سطح الارض. التعرية المائية دي في الغالب يا إما بتكون السهول الفيضية أو دلات الأنهار. دايما لما بتيجي ترسم نهر النيل دايما الجزء اللي فوق كده بنرسم فيه الدلتا، الفرعين بتوع الدلتا. اللي مكون الدلتا دي هي عملية التعرية المائية اللي بتتم عن طريق نهر، النهر ذات نفسه. طيب المراحل اللي مرت بيها انت عملية مرت بثلاث مراحل،
قمت بعملية نحت، قمت بعملية نقل، واخر حاجة مرحلة الارساء. ما تنساش وانت بتذاكر تحفظ لك كويس جدا الاشكال التضاريسية اللي بتنتج عن التعرية المائية حاجتين، وهي السهول الفيضية ودلات الانهار. السهول الفيضية، دلات الانهار. مراحل التعرية المائية ثلاث مراحل: مرحلة النحت، مرحلة النقل، ورقم ثلاثة مرحلة الارساء. نحت، نقل، ارساء. الاشكال التضاريسية اللي بتنتج عندي من التعرية المائية عندي السهول الفيضية ودلات الانهار. طيب التعرية الهوائية، والتعرية الهوائية بتقوم بنفس الوظيفة ونفس الطريقة ذات نفسها اللي بتعملها التعرية المائية، يعني بتقوم برضو بثلاث عمليات: عملية النحت، وعملية النقل، وعملية الارساب. الرياح بتأثر من خلال ان هي بتبدأ تنحت الصخور زي ما في الصورة باين قصادي، دي صخرة باين جدا ان تم فيها عملية النحت، وتبدأ تنقل وترصف في مكان تاني. برضو عايزك تحفظ معايا كويس جدا ما هي الاشكال التضاريسية اللي بتنتج عندي من التعرية الهوائية حاجتين: الكثبان الرملية والمنخفضات. التعرية الجليدية او الجليد اللي بيحصل ان الجليد بيتراكم عاما بعد عام، سنة بعد سنة، لحد ما يبدأ يكون مسطحات عظيمة من الجليد، او الزوايا التضاريسية اللي بتقال عليها البحيرات الجليدية. يبقى بينتج من التعرية الجليدية البحيرات الجليدية. لو قال لي بما تفسر تكون البحيرات الجليدية، هقول له نتيجة للتعرية الجليدية حيث تتراكم السلوج عاما بعد عام فتكون مسطحات عظيمة من الجليد مثل البحيرات الجليدية. اتمنى حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، ونكون قدرنا نستفيد منها كتير. في شويه مفردات او مصطلحات باكد لك عليها لازم تحفظها كويس، لان دايما بتيجي سؤال: ما المقصود؟ ما المقصود بالجبال؟ ما المقصود بالتلال؟ ما المقصود بالهضاب؟ ما المقصود بسهول؟ ما المقصود بالاوديه؟ ما تنساش توزيع الجبال عندي على خريطه العالم زي ما انا علمتها لك، ولازم برضو بناكد على الشبكه عندك المعرفيه او الشكل التخطيطي لمخطط العوامل الخارجيه والعوامل الباطنيه اللي شكلت عندي سطح الارض. خليكم تابعنا في قناة السكولة، ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير.